بعد استياء أثير كشكول، فلاي بغداد تؤكد تأخر الطائرة 11 ساعة. عام النظافة في أمانة بغداد يحقق معدل 96%. رجل ينهي حياته وحياة زوجته بعملية انتحارية في الشارع. والمزيد في هذه الحلقة من تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم عراقيا. نبدأ مع الفنان أثير كشكول اللي تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحولت الكوميديا اللي يقدمها إلى حقيقة بسبب مشاكل شركة طيران فلاي بغداد. الفنان أثير كشكول فقد أعصابه بعد تأخر رحلة يوم الاثنين الماضي المتجهة إلى بيروت لساعات. كشكول اللي اعتاد على انتقاد الأوضاع المزرية في العراق بشكل كوميدي بعنوان أريد ناشد، ظهر وهو يصرخ وسط تجمع بقية المسافرين في وجه موظفي الشركة قائلا: إذا طياراتكم زبل عزلوا. شاهدوا معي. إذا طياراتكم زبل عزلوا، لا تفتحوا شركات. هذه شركة الوزبارة. والله الوزبارة. والله ما أطلعكم. هاي شركة فلاي بغداد. هاي شركة فلاي بغداد. لا أخلاق عندهم، لا محترمين، لا مؤدبين. أثير كشكول نشر على حسابه في انستغرام فيديو قال فيها أيضا أنه قريبا سيوضح الكثير فيما يخص هذه الحادثة. السلام عليكم. بخصوص حادثة شركة الطيران اللي شفتوها والمقطع اللي انتشر، إن شاء الله قريبا راح أحكي لكم بالتفاصيل وبالفيديوهات اللي مصورها عندي ولحد الآن مناشرها، وأحكي لكم كل اللي صار. آلاف العراقيين شاركوا في صب غضبهم وانتقاداتهم على شركة فلاي بغداد وأيضاً على الخطوط الجوية العراقية بسبب المشاكل المستمرة وعدم تنظيم آلية السفر كما موجود ببقية المطارات. حسنين كتب في فيسبوك يقول: العراقية وفلاي بغداد اثنين هم مواعيدهم حالهن حال الحكومة العراقية بالوعود والأمن والأمان. أنت لازم تكون تعلم بالمستقبل حتى تشوف شنو راح يصير وياك بالطيارة. أمير كتب: كشكول اجتك المناشدة حقيقة مو تمثيل، الله يعينك على متاعبك القادمة. أما إفافة قالت في تعليقها: شكرا، لأن أكو أحد مشهور أنصف الناس، شو وقت نصير مثل بقية الدول ونحترم المواطن العراقي؟ هاي أبسط خدمة تقدم إلى من الدولة. شاهدنا شركة فلاي بغداد أقرت بتأخر الطائرة اللي كانت متجهة من بغداد إلى بيروت ليس ساعتين أو ثلاثة بل 11 ساعة، وقالت أن سبب التأخير عطل خارج عن الإرادة، وأضافت أنه تم توفير وجبات طعام، وعرضوا أيضاً على المسافرين توفير فندق لهم، وتم بعدها استئناف الرحلة فور إكمال إجراءات الصيانة على الطائرة. أيضاً بعد الضجة اللي أثيرت على السوشيال ميديا والتضامن مع أثير كشكول، خرج وزير النقل الرزاق محابس السعداوي بتصريح قال فيه أن مسؤولية التأخير تتحملها شركة الطيران والجمارك. لما سألت على التأخير طلع مسؤولية مشتركة بين الخطوط والجمارك والكيناي. زين، فهسه أنتم تقولون ما عندنا تأخير، والجمارك تقول ما عندنا تأخير، والخطوط تقول ما عندنا تأخير. بعد هاي شكاوى المواطنين يوميا، شكاوى تجينا وتصوير فيديو تأخير الجنب مرة ساعة، مرة نص ساعة، مرة 45 دقيقة. شلون يصير هذا التأخير؟ إذا كلكم هسه يعني خليتوا نفسي أنا اليوم بالفيديو أطلع نفسي حتى أعرف وين الخلل. هل هو الخلل يم الخطوط، يم الجمارك، يم الكيناين؟ حتى نعالج. ظلت عن الحب الطائرات تنزل تفتح عدة أحزمة. نعم، هنا راح يصير الخلل أكثر وأكثر. الخلل اللي يصير قلة العمال. نعم، قلة العمال واحد أما موجود مسؤول صالح لجبار أسف، مسؤول صالح من الموظف المدني. نعم، يعني تعاون مشترك ما يتعلق بالخطوط اللي هو قضية قلة الأعداد. هسه زينا على الأعداد كلش ممتاز، فقط جانب الآخر يتعلق بالجمارك وبالشينات. مري التأخير ما معقول. الرحلة من بيروت لبغداد ساعة وربع، واستلام الجنطة ساعة. نبقى مشاهدينا في العراق مع قصة نجاح تستحق الإشادة والاحترام. فالطموح والإرادة والإصرار على النجاح لا يقف أمام أي عائق، وخير مثال على ذلك
طالب الصف السادس إعدادي محمد اللي يعمل في إحدى بلديات أمانة بغداد كعامل نظافة، وبنفس الوقت واصل دراسته وحقق النجاح بمعدل 96%. محمد يشعر بالفخر بنفسه وبما حققه، ويؤكد أنه سيحقق حلمه وطموحه ويحول البدلة البرتقالية إلى بدلة بيضاء، مؤكدا مقولة من طلب العلا سهر الليالي. بدلة هي اللي وصلتني لهذا الإنجاز، هذا يعني لو ما هي كانت ما وصل لهذا الإنجاز. أنا طالب أحمد مثنى عبد الزهري من سكنة بغداد، حققت معدل في الصف السادس علمي الإحيائي 95 يعني ويا الإضافة 96، وهذا المعدل ما حققته بالهين، حققته بالتعب بالجهد بالإصرار. أنا مفاجأة، أنا أشتغل عامل نظافة يعني في بلدية الشعلي، عامل نظافة ساعات عملي من 6 العصر ل 12 بالليل. رغم التعب رغم المعاناة، نصيحة لكل الشباب إنه ماكو لا يوقفكم شيء بالدنيا، اشتغلوا وجاهدوا وشغل مو عيب. نهاية لا أقول شيئا، من طلب العلا سهر الليالي. شاهدنا التعليقات على نجاح محمد كانت كثيرة، وأغلب المعلقين وصفوه بالبطل. إثراء كتبت تقول مبروك النجاح والتفوق، والله تستاهل البدلة البيضاء، وانت قدوة لكل الشباب المكافح العصامي الرائع، سيفتخر فيك الأهل والوطن. يا ريت الخيرين والحكومة توفر لك كل احتياجاتك لتدخل كلية الطب وتصبح طبيب مشهور، وتبقى السترة البرتقالية عنوان الفخر. ألف مبروك. شذا أيضا علقت حرامات إيش واحد ما يصير اللي يتمناه، كل هالظروف الصعبة والمعدل العالي راح ينغدر بالقبول، الله يسهل أمره ويوفقه بكل حياته لأن فعلا يستحق. ياسر كتب تعليق قال فيه الله يوفقه، وشكرا لأمين بغداد اللي قام بتكريمه، شاب طموح يستحق كل الدعم. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على نجاح محمد. في العراق أيضا وضمن العمليات النوعية التي تقوم بها قيادة الشرطة الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة للإتجار بالبشر مكونة من 4 متهمين بينهم 3 نساء في بغداد. وذكرت القيادة في بيان لها أن بعد مداهمة مكان العصابة تم القبض عليهم بالجرم المشهود. من هذا الفيديو ننتقل إلى الترندات العربية مع الدوري السعودي واللي أصبح جاذبا لنجوم الكرة العالميين. فبعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر وكريم بنزيما إلى نادي الاتحاد، انضم نجم جديد إلى الدوري السعودي، إذ أعلن رسميا نادي الهلال عن ضم المهاجم البرازيلي نيمار إلى صفوفه قادما من نادي باريس سان جيرمان. الهلال أعلن عن انتقال نيمار إلى صفوفه عبر فيديو قام بنشره على صفحته في منصة أكس، وكتب تعليق جاء فيه نيمار هلالي. ظهر نيمار في الفيديو وتحدث باللغة الإنجليزية قائلا أنا هنا في السعودية، أنا هلالي. مشاهدينا الفيديو حقق على حساب نادي الهلال في منصة أكس أكثر من 193 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. شاهدوا معي.
من سعودية عربية I am هلالي. انتقال نيمار لنادي الهلال السعودي أثلج صدور مشجعي الفريق ليصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد رفض ميسي الانضمام إلى الهلال وفضل الانتقال إلى نادي انتر ميامي الأمريكي. فهد كتب في منصة أكس يقول: مكسب كبير للكرة السعودية، رونالدو، نيمار، بنزيما، محرز، ماني، هذه البداية لدوري عالمي يجذب الأنظار، مبروك الهلاليين. أما فيصل فقال: يوم تاريخي، شيء استثنائي، من كان يتخيل اللاعب العالمي نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل لاعب للهلال السعودي رسميا. أما حسن فقال: مرحبا بأعظم من أنجبت البرازيل، أهلا بك في أعظم نادي بالعالم. مشاهدينا، انتقال نيمار لنادي الهلال جاء بعد بعقد لمدة عامين في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية ب 80 إلى 90 مليون يورو، أي ما بين 88 إلى 98 مليون دولار، ويعتبر نيمار خامس صفقات الهلال في فترة الانتقال الصيفي الحالي. أما بالنسبة لنيمار، يعتبر الهلال رابع محطة له، إذ بدأ في سانتوس في بلده الأم قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني صيف 2013، وبعد 4 أعوام انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، جعلته أغلى لاعب في التاريخ. Let's start. من عالم الرياضة ننتقل إلى موضوع آخر. مشاهدينا، لا تخلو الحياة الزوجية من المشاكل والخلافات التي تصل أحياناً إلى الطلاق والمحاكم بين الزوجين، لكن في اليمن وصلت الأمور إلى عقد من ذلك بكثير. فضل زوج إنهاء حياته وحياة زوجته بطريقة مروعة. الزوج اللي يبلغ من العمر 29 عام وزوجته 30 عام كان بينهم خلافات اضطرت بسببها الزوجة لترك منزل الزوجية والذهاب لتقيم في منزل والدها منذ عدة شهور. في يوم وقوع الحادث التقى الزوج بزوجته في الشارع وحصل بينهما مشادة كلامية، وكانت تحاول الهرب منه لكن قام بشدها إليه واحتضانها قبل تفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته. توفي طبعا على الفور وتم نقل الجثامين إلى المستشفى بعد أن طوقت قوات الأمن المكان وتم إغلاق الشارع. شاهدوا معي. شوفين ان شاء الله مسكها تجريها. ايوه بعد ما فتحت مسكها هنا وانا اشوف فيهم. شوف اوه حرام. ايوه بعد مسكها لحن بعد الدكتة بس جيت بفرع بينهم. سامي يا زيد يقول في يدي عارف مالك جينا لك يا امير. اوه بلا الحرام. شوف شوف دانا هذا انا كنت الان اللي قلت له اتفق بينهم يقول في يدي قنبله. شوف كيف انا رجع مفك المسمار الان فك المسمار. شوف مسكها شدها شابح فيها خلاص شبح فيها يا منفك. الحادث المأساوي أرجع سبب كثير من اليمنيين إلى انتشار السلاح بشكل كبير والحرب والضائقة الاقتصادية وأيضا ارتفاع نسبة البطالة التي زادت من الخلافات العائلية. في فيسبوك أول تعليق كان من العتيبي قال فيه: الظروف توصلنا لهذه المواصيل، لا دولة، لا أمن، لا قانون. أما محمد فقال في تعليقه: انتشار المخدرات بشكل كبير جدا جدا وغياب الوازع الديني. صفاء قالت: إيش اللي قاعد يصير؟ بعدين كل شوي طالع لنا خبر قتل، يا جماعة جيبوا لهم كهرباء، صدقوني الكهرباء تلعب بالنفسية، حر وكهرباء مقطوعة، الناس ما هي ناقصة. مشاهدين، هذه ليست المرة الأولى اللي تستخدم فيه قنبلة يدوية في خلاف زوجي، فمنذ سنتين أيضا وقعت حادثة مشابهة حيث أقدم زوج على قتل زوجته وابنته البالغة من العمر 5 سنوات باستخدام قنبلة يدوية بسبب خلاف على حضانة الأطفال. هذه كانت مشاهدين بعض الأخبار والفيديوهات اللي تم تداولها عربيا. للمزيد من أخبار السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العالمية ونبدأ من اليابان اللي تعرف باختراعاتها المذهلة لتبهر العالم. لكن هذه المرة اختراع ياباني سبب سخرية كبيرة على السوشيال ميديا، حيث أقدم شاب يدعى كازويا شيباتا على اختراع جهاز ميكانيكي مخصص لحرارة الصيف. يقوم الجهاز بدفع القميص من الأسفل لتحريك الهواء داخل الجسم. شاهدوا معي هذا الاختراع. نبقى في مجال الابتكارات، لكن هذه المرة من الصين اللي ابتكرت حلاً لحركة مرور أكثر مرونة، حيث تم وضع 6 استدارات متتالية في شارع واحد للسماح ب6 سيارات بالمرور دفعة واحدة بدلاً من سيارة واحدة. عززت هذه الطريقة من سرعة وتدفق السيارات بشكل أكثر كفاءة. من هذا الفيديو مشاهدينا ننتقل إلى ترند آخر، وفيديو انتشر لرجل أمريكي مسلم في مطار بن غوريون في تل أبيب، ظهر فيه وهو منهار بالبكاء أثناء صعوده الطائرة، وكانت ترافقه موظفة من المطار تقوم بتوبيخه بسبب تأخره بالصعود إلى الطائرة، قائلة له أنه تسبب بتأخر 300 شخص، ما جعل الرجل يرد على السيدة قائلا لها أن عليها أن تسأل إسرائيل عن سبب احتجازها لمدة 3 ساعات. الرجل كان مسافر من تل أبيب إلى نيوجيرسي، وعندما صعد إلى الطائرة اعتذر من الركاب ولم يتمالك دموعه، وهو يقول أنه أجبر على التعري حتى يتم تفتيشه وأنهم فعلوا ذلك فقط لأنه مسلم. شاهدوا معي. How dare you speak to me in that manner? Wow. That's what we. Israel. 300 passengers is waiting. Then tell Israel that. Why did they detain me? Please not talk and board the plane. Thank you. Please do not speak to me that way. You're United. You're United. Okay, good. Whoever you are, don't dare speak to me that way. Have some respect. 300 people are waiting. It's not my fault. It's not my fault. It's not my fault. Ladies and gentlemen, it was not my fault. It was not my fault. They held me in security. I apologize. They held me in security. They made me get naked. I've been here for 3 hours. They made me get naked. I was here for 3 hours. They made me get naked because I'm a Muslim. They made me get naked. I'm sorry about that. Do you know what that feels like, getting naked? I could imagine, yes. They showed my male parts over here, ma'am. I was here for 3 hours. Wow. Well, let's have a seat. We'll take a deep breath. I would just like to be treated like a human being for one. شاهدنا تصرف السلطات الإسرائيلية مع رجل يحمل الجنسية الأمريكية بهذه الطريقة أثارت كثير من الاستغراب. في منصة أكس كتب عبد الله يقول المفروض يرفض ويتصل بسفارة بلده، لا يتنازل عن حقه أبدا ولو خسر تذكرة الطائرة. حمد أيضا كتب أمريكي الجنسية ومسلم وفعلوا معه ذلك، لله دركم يا أخواتنا في فلسطين. أما إبراهيم فقال هل يجرؤ نظام عربي واحد أو من مدعي الإسلام أن يفعل ذلك مع إسرائيلي؟ الإجابة مستحيل للأسف. شاهدنا من هذا الموضوع ننتقل إلى روسيا، حيث أنقذ صيادون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها إلى أحد الشواطئ أقصى شرقي روسيا. العائلة مكونة من 4 حيتان، وقامت مجموعة الصيادين بسكب المياه عليها لمنع تعرض جلدها للجفاف والاحتراق قبل أن يتم نقلها إلى مياه البحر. بيروح وكنوا على البرك. جيّخلي помочь чем можем.
لا ودي مسكين تزور كرواتيا. انتهت حلقتنا، شكرا لكل من تابعنا، إلى اللقاء.